سعيد جدا برضو ان انا اول مره احضر هذه المبادرات، وانا لبيت الدعوه حقيقة فورا، لاني انا يعني من 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 اوائل الناس اللي كنت بحاول ان انبذ التعصب، بدليل انه كره القدم دي يعني يجب علينا كلنا نعلم تماما انها كره قدم تمتع الجماهير ولها يعني وضع خاص في انشاء مجتمع صحي، مجتمع يكون في هذه الرياضه بعيدة عن التعصب. هذا اليوم العالمي للتسامح ده أنا بعتقد أنه مناسبة مهمة جدا أن نحاول ننبذ هذا التعصب، خصوصا أنه في مباراة قديمة كبيرة جدا على مستوى القارة الأفريقية والعالم كله هيشهدها. وأنا طبعا يعني من خلال قناة النادي الأهلي بأناشد اللاعبين، لأنه اللاعبين هم العصب الأساسي في إخراج هذا اليوم يكون بشكل جميل، شكل يدعو إلى أنه العالم كله يشوف الكرة المصرية في القارة الأفريقية أنها يعني كرة قدم ليس فيها هذا التعصب أو فيها هذا الجماهير، خصوصا أن يكون هناك بينها نوع من التعاون في أنه يخرجوا هذا اليوم بشكل كويس. مباراة كرة قدم الفائز فيها نقول له مبروك، والخاسر نقول له هارد لك، بدون أن يكون هناك نوع من الانفعالات الخارجة عن النمط الكروي والفير بلاي. التعصب دي قضية ممقوطة جدا، والحقيقة الزمالك والأهلي قلعتين من قلاع الرياضة اللي عدوا 100 سنة، وهم أساس أفريقيا في الرياضة، وكل ما زاد التنافس ما بين الناديين كل ما كان في منتخب مصر في الآخر على مستوى عالي. ده مش في كرة القدم فقط، في كل الألعاب. احنا عاوزين نرجع تاني للقيم، ونرجع تاني لتواضع الفائز، وإن اللي بيخسر بيتعلم وبيدي دروس. ما فيش حد بيكسب على طول وفي حد بيخسر على طول، إلا ما كانش فيه رياضة على مستوى العالم. فالرياضة فيها هذه المنافسة الشريفة اللي بتعتمد على شيك هانز في البداية وشيك هانز في الآخر، سلم على بعض بعد الخسارة وبعد المكسب وقبل ما نلعب، وبنتلم في المنتخب بننام مع بعض وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض. أنا مش شايف الحقيقة يعني المنحة اللي في الفترة الأخيرة ده تم، أنا بشجوبه بشدة وبأكد على التسامح والقيم. التسامح فضيلة، والتسامح شيء مهم جدا، عايزينه للشباب، وعايزينه كمان في الوسط الرياضي اللي هو يعني لازم يبقى موضوع أعمق من هذا الموضوع. في بعض الدول أطلقت وزارة للتسامح، يعني الأهمية والمضمون وحاجة. طب إحنا في مبادرة حاليا، أنا عايز أعمل مرش أو ندخل التسامح مع لا للتعصب. يعني زي ما بنعمل برامج كبيرة جدا لا للفساد، وبرامج للتصدي للشائعات ولا للشائعات، فإحنا منتهجين معانا مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومعانا يعني بنروح لكل بلاتفورمز دلوقتي أو منصات إلكترونية بنتكلم معاها علشان نعمل حاجة مش مبادرة اليوم أو لماتش يوم 27، لكن نعمل حاجة تكون ممتدة ومرتبطة بالسلوك اليوم. والله